ضرورة دعم المنتوج المحلي ومواصلة الاستراتيجية الوطنية للتصدير وولوج الأسواق الدولية، هذا ما أكد عليه وزير التجارة سعيد جلاب لدى إشرافه على افتتاح الصالون الجهوي الأول للإنتاج والتصدير الذي تحتضنه ولاية ليمسان. إن الإنجازات المعتبرة التي استطاعت الجزائر أن تحققها في خلال العشريتين الأخيرتين تندرج كلها في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. والحديث عن الإنتاج اليوم هو في حد ذاته أحد أبرز المحاور التي ارتكزت عليها هذه البرامج، لأن التحكم في الجودة والمطابقة مع المواصفات العالمية هي الشروط الأساسية ليكون الإنتاج المحلي بديلاً حقيقياً للمنتجات المستوردة. نحن هنا في هذا الصالون المتخصص في الصناعة والتصدير للاحتكاك بالمؤسسات الرائدة في الميدان، ولما لا الاستفادة من خبرتها في هذا المجال وولوج الأسواق العالمية. Après une année de production, de développement et d'amélioration, on envisage et on est en train de voir pour éventuelle exportation pour l'avenir, inshallah. المناسبة كانت فرصة أيضا لإعطاء إشارة انطلاق عملية التصدير لبعض المؤسسات بالولاية إلى أوروبا وإفريقيا، حيث تمن وزير القطاع المكاسب التي تم تحقيقها إلى حد الآن. Pour l'année 2018, nous sommes arrivés à 2,830 milliards de dollars, soit 47% d'augmentation par rapport à l'année 2017. كما أكد الوزير أن المنتوج المحلي سيسجل تواجده في 50 معرضا خارج الوطن خلال العامين المقبلين.